وكشف قائد الحشد الوطني في نينوى أثيل أنجيفي عن كتائب جديدة في الموصل تحمل اسم كتائب التحرير والسلام، التي قال إنها تعمل كخلايا نائمة داخل المدينة منعا من كشفها من قبل داعش. النجيفي أوضح في لقاء خاص مع أخبار الآن أجراه الزميل إذن حسام الأحبابي الذي نتابع جزءا آخر منه، أن مهمة كتائب التحرير والسلام هو منع الفوضى والحفاظ على البنى التحتية في الموصل وعلى مراكزها الحيوية ما بعد تحرير المدينة من داعش، إضافة إلى دورها المهم في الأيام الأولى من عملية التحرير. هناك نوع آخر من الكتائب التي هي تم تهيئتها في الموصل، هي كتائب التحرير والسلام. كتائب التحرير والسلام هي الأكثر عددا، وهي تعمل الآن كخلايا نائمة ولكن منظمة تنظيم كامل في داخل الموصل، ومهمتها في مع بدء عملية التحرير منع الفوضى، الحفاظ على المدينة، الحفاظ على البنى التحتية، مشاريع الماء، المستشفيات، المناطق المهمة، الأقد المهمة، كل هذه سيكون مهمتها واقعة على كتائب التحرير والسلام، التي سيكون لها دور أنا في تقديري مهم جدا في الأيام الأولى من عملية التحرير.